بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبرات شون دموش النهتوش بالله شهبت يا الله سبحانه وتعالى سلامنا رحمة بنان تلا يورديا برنامج إن شاء الله نكتل لن السم أهمية العلم أوقات أساسا بمهنون بل فوق دي سلا أوقات كتلا تناغرنال زاري دمو آداب طالب العلم. آداب طالب العلم مالت عندي تماري هنا سوي أوقات من مارسو مادرق يميقبات شو النقر وش علم يسفل لقنا البلنال العلم منم نقر يميهون نقر يلم سلازيه آداب طالب العلم من دنو سرعة ميازي اللي باتشو يميلو نقر النهال لنزاري إن شاء الله. السوم يمجمّر يو بطالب العلم لاي ويم وقت يمي مارسونا بوقتو يمي سراسو يمي أسفل لقاتشو نقر وشالو. أولا إخلاص النية لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يمين مارو النقر ويمدمو يمين مارو النقر تقبار الله إلى موال إخلاص يصفل لقال إخلاص إن ديتنا وبلن سناي بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة غاية ويهنو مالتنو يسو لجي وقت يمين مارو ليس ربتنو يا الله سبحانه وتعالى بعلمه يا الله فيتنا دار الآخرة فلقو بيتنو هي علم يهدي إلى الحق والحق إنه يمين مارونا لأن الله عز وجل حث على ذلك. الله عز وجل يزين قال له ودعوكت سوچن سولجوچن قفافتوال ورغب فيه. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سلزي الله سبحانه وتعالى فاعلم نياله مجمرا ما وقنو كاوقو بهالا انقدي تقبال لا إلا موال كما وقو بفيت ويم كما سراته بفيتنا كما ناقر بفيت وقت اندمي قدمنو زيلاي منايو سلزي وندموج هتوج مناك اچو النقروج سناك اچو لالله سبحانه وتعالى نا الله فيت انفلقن آخرا انفلقن انبتنو من نمارو مالتنو يم نمارو اندمو تقبال لاي ماوال هي قد دلال سلزي العمل يعني علم سوليج فريو يوقتو فري تقبارنو سلزي عنده إخلاص النيان بلنان ولتنيا رفع الجهل عن نفسه وغيره كراسول أي مهي منة يسولج أصل الناس يسولج مجمّر يا مسارتو على ما وقنه سلزي هنا وقت سمارنا وقت سفلق مجمّر يا كراسول أي مهي منة كراسول أي ماس وقرنه مهي منة يمي قداون يا هل تعلاتن قاي قدامي ببالا سلزي سينيتو كراسي لاي مهي منة جهلا أسوق جي اندهم كواندمو تشيلاي كهتو تشيلاي مهي منة أستمري أسوق جدا له بلون يون أستكاكلو من نساتها اللبات معلتنو وأيانو يا بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لأن الأصل في الإنسان الجهل يسولج مسارته على ما وقنو انا كراسي انا كراسي جمري وندموچن هتوچن اساوق الله بلونو من يتالبت ودليل ذلك قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الى الله سلازي يسولج اصله على ما مهونن مياساين والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا كناتاچو مهاصن سياواطاچو ويم ستولدو منم نغر اتاقوم الى الله سبحانه وتعالى إذن يسولج كجزي بحالا نو مالتنا يمي مارو سلزي كراسونا كوندموچو كهتوچه مهي منتن ويمدمو جهلنا نسالو بلو من يتالبت مالتنا قال إمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة يا أهل السنة يهنوت إمام أحمد رحمه الله ورحمة الله عليه منالو
العلم سو يوسم مار مالتنو لا يعدله شيء نار علم من مقطعه نغير لما اوقات غارا يمودادر لمن لمن صحت نيته نياو ده تستكاكل سو نياو لا اندال نو اخلاص النيا درغان ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كراسونا كريلوچو باي اوقات جهلنا نسالو برو ينيتان ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምንም የሚቅጣጫው ነገር የለም قالوا كيف ذلك امام رحمه الله تعالى سيطيقاچو اندت نو ይሄ ማለት ብሎ ሲያጮ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره لان الاصل في فيهم الجهل كما هو الاصل فيك يسول لج بانت لا راسه ما هي منت እንደሆነ ሌሎችም ላይ እንደዚህው አስሩ ይሄ ስለሆነ ያንን ከራሴና ከወንድሞቼ እህቶቼ او ما هي منتنا انا سالو بلو منيت الله هي اداب طالب العلم نو واذا تعلمت من اجل ان ترفع الجهل عن هذه الامه كنت من المجاهدين الامام احمد رحمه الله تعالى كراسه هناك وما ما هي منتنا سوجو ما انا استمر الله بله بمتنسى بساعات من تهن الله كمجاهدوچ تقطر الله لمنم نجر ميقطعو نجر يلم سلالو معناته نو كنت من المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون دين الله يا الله الدين بأمه عند السراج يمادرغو سوچت ونالله ايه امه لهلوم غا مدرس انده ايه علم لهلوم غا ايه دين لهلوم غا مدرس انده لبت نو نبي الرحمه عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اندالاچو معناتنو ስለዚህ ለኡማ ለሁሉም ሰው እንዲدرس ايه دين سيدخل هذا الدين بيت مدر وحجر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يهدين يدنقابيت انجدبيت يبوتا بسايقبا اي كرم لليتنا كان يدرسبت بوتا يه اسلام سايقر سايقرم بلوال سلزي بماننو بانتونو مالتنو سلزي عذاب طلب العلم يهنن يتونو مقبات يلبن الامر الثالث الدفاع عن الشريعة سو يو قد سمان شريعة لاي ميماتوتن قدفوتشن لما سوق قربلونو منيت يلبن لان الكتب لا تدافع عن الشريعة كتاب راسو كشريعه اي كلاكلم وانما يدافع عن الشريعه حامل شريعانه كدين ميكلاكلو كتابو سايحون كتابون يقرانا يتمارنو شريعان يتشكمه يشريعان علم ياوقسو مبتدعوج مفسدوج يتلايو سوج بميمطونا دينون لما غدف بمنسوب بساعات حامل الشريعه تنسطو كزي كدين يتاغلال معناتنو ان مما يجب مراعاته لطالب العلم طالب العلم اللي يطبق عاتشو يميقبا نقروش عنه الدفاع عن الشريعة كشريعة مكلاكرا للبتن مثالي مبتدي عوش النسال له تلايو نقروش بعونو ساعات يتلايو سوش بدين الله يتنسون وانو تمالسا سلزي هذه الأمة بحجة ما ننسوها عشان نفاتن إما بالحجة وإما بالسناني هذه منصورة طائفة منصورة يتبالو حجة سلال لاتشو حجة قوية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسأل الله يعني تشكمه كذا كذا لله دفاع هذا القال مالتنا يكلا كلا في الناس في الناس في حاجة ماسة إلى العلماء يسأل جوج لك علماء وجهن يسفل لقات شوال بأمة وس علماء وجه منور على الباج بأمة مرجع علماء وجه منور على الباج شو لأجل أن يردوا على كيد المبتدعين وسائر اعداء الله عز وجل مبتدعوچ لاينا يا الله طلاتوچ بزو አሉنا كنسو لمكلاكل ينزان سوچ ميكلاكلو سوچ منور አለባቸው ለማውስ ለማውስ منور አለክ ስለዚህ ነው الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى ولتكن منكما كنانت وما وسط علماءوش منور الله باچو دعاتوش منور الله باچو مدافعوش منور الله باچو يميلو معناتنو سلازي ايا علم بنمنمار بسعات مجمري اخلاص ليلورن يگبال ولتنيا كراساچننا كاماو جهلن ماسوگد كذا دمو بدينو لا يميمطو سوچين دينو لا يندايچاوتو ببرجا مملس اندالبن نو ولا يكون ذلك الا بالعلم الشرعي نو يهم هنا دمو علم الشرعي شريعا اوقات يتمار المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كقرآننا كحديث يمتع علمنا مرجع بزا مكلا كالتشالة المالتنا سلزي علماء وش بأمة وسط منورة لباتشو علماء وش مدافع وش عواقي وش
መኖር አለባቸውና ስለዚህ ኢንሻአላህ የሚሆነው በዑለማ ውስጥ በኡማ ውስጥ ዑለማዎች ካሉ ዲኑ አለ ኸይር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقي عالمنا. እንግዲህ አላህ عز وجل ኡማ ውስጥ እንግዲህ ሊጠፉ ከአሰበ ዑለማዎችን ያነሳል። ዒልምን ሲያነሳ ከልብ ላይ መንጥቆ አይወስድም። የሚያነሳው ዑለማዎችን በማንሳት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆንና ኡማ ውስጥ ዲኑ እንዲቆይና ዒልሙ እንዲቆይ ኡማው መንቀሳቀስና ዕውቀት መማር እንዳለበት ነው የሚያሳየውና ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ደርሳችን እዚህ ላይ ይቆማል። በሚቀጥለው ሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወአሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን።